الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة. قصف مدفعي إسرائيلي على موقع لحماس في غزة، والاجتماع الطارد للبرلمان العربي يطالب بموقف جامع حيال الجرائم الإسرائيلية ومحاولات تهويد القدس. وصول أول دفعة من المدنيين والمسلحين الذين تم إجلاؤهم من القنيطرة إلى الشمال السوري، وموسكو وباريس يعلنان تنفيذ مشروع مشترك لتلبية الاحتياجات الإنسانية في سوريا. لكم مشاهدينا الكرام، منتصف النهار في القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من قناة النيل، مرحبا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. خلال الاحتفال كرم الرئيس السيسي أوائل الخريجين من طلاب كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة، وقام بمنحهم نوط الامتياز من الدرجة الثانية. وقدم الخريجون الجدد عروضا عسكرية وقتالية تظهر المهارات التي اكتسبوها داخل الأكاديمية والقدرة الفائقة في التعامل مع الجريمة بشتى صورها. كما قدم الخريجون عروضا قتالية وتسلقا للمباني المرتفعة وتخطي الحواجز لمسافات طويلة وتخطي النيران، ثم قدم طلبة كلية الشرطة والحربية عرضا للإغارة على مقر لمجموعات خطيرة. وخلال الحفل طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من قائد طابور العرض بتوجيه سلام سلاح لأسر الشهداء، ووجه الرئيس السيسي بأن تكون هناك دائما فقرة في مثل هذه المناسبات لتحية الشهداء والتأكيد من خلالها على أن مصر لم ولن تنسى شهداءها أبدا. قائد الطابور لو سمحت، قائد الطابور لو سمحت، تفضل يا فندم. نادي سلام سلاح من فضلك لأسرة الشهداء. طابور الخريجين كفن سلاح، طابور الخريجين سلام سلاح. أرجو إن إحنا يكون لنا فقرة دائما في هذه المناسبات نحيي فيها شهدائنا ومصابينا ونأكد فيها إن إحنا أبدا لن ننساهم. وفي كلمته خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن الوزارة عملت على تطوير استراتيجية الشرطة لتستهدف جميعها تدعيم الاستقرار وتحقيق الأمن في شتى المجالات من خلال العمل على تحديث قدرات الردع للعناصر الإجرامية والإرهابية. وترتكز الاستراتيجية الأمنية على محاور أساسية تستهدف جميعها تدعيم مقومات الاستقرار وتحقيق الأمن في شتى المجالات، وذلك من خلال العمل على تطوير مفهوم الردع للعناصر الإجرامية والإرهابية وتحديث قدرات أجهزة جمع المعلومات وتكامل منظومة تبادل البيانات مع الجهات المعنية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات التكنولوجية وتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية والارتقاء بأداء قطاعات الخدمات الأمنية الجماهيرية. وأضاف وزير الداخلية في كلمته أن الوزارة تستلهم البرامج التنفيذية للقطاعات الأمنية من المحاور الرئيسية التي كلفت بها من قبل الحكومة، ومن بينها بناء الإنسان المصري، وذلك إيمانا من الوزارة أن الاستثمار البشري هو الركيزة الجوهرية لتحقيق الأمن الشامل في ربوع الوطن. تستلهم الوزارة البرامج التنفيذية للقطاعات الأمنية
من المحاور الرئيسية التي كلفت بها الحكومة، والتي من بينها بناء الإنسان المصري، وهو هدف سعت الوزارة لترجمته إلى الواقع إدراكاً لأهمية الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وإيماناً بأن الشخصية السوية القادرة على التفاعل الإيجابي مع الأحداث والمستجدات هي الركيزة الجوهرية لتحقيق الأمن الشامل في ربوع الوطن. من جانبه قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في كلماته خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، قال إن الكلية سعت لتنفيذ برامج تدريب مشتركة لطلابها مع طلاب الكلية الحربية بما يعزز من قدراتهم خلال أداء واجبهم في حماية الوطن. واتساقا مع عزم الرسالة ووحدة الهدف، سعت كلية الشرطة إلى تنظيم برامج تدريبية مشتركة خلال العام الدراسي بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الكلية الحربية بهدف توحيد المفاهيم التدريبية بينهما، وكان التدريب المشترك مرآة تعكس مدى الإصرار على التلاحم الصادق الذي نسعى دوما لتوطيد أواصره، والذي يتجلى اليوم في أبهى صوره من خلال مشاركة طلبة الكلية الحربية احتفال طلبة كلية الشرطة بيوم تخرجهم. وقال اللواء أحمد إبراهيم إن الكلية تحتفل هذا العام بتخريج 1281 من طلبة كلية الشرطة، بينهم 45 من دولة فلسطين بنسبة نجاح بلغت 92.7%، فضلا عن تخريج 75 ضابطا ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، منهم 16 ضابطا من دولتي العراق وفلسطين بنسبة نجاح 73.52%. السادة الحضور، إنه يوم تعلو فيه الهامات وتجدد فيه المعنى الحقيقي لتواصل الأجيال، حيث نحتفل بتخريج 1281 من طلبة كلية الشرطة، من بينهم 45 طالبا وافدا من دولة فلسطين الشقيقة بنسبة نجاح بلغت 92.7%، فضلا عن تخريج 75 ضابطا ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، منهم 16 ضابطا من دولتي العراق وفلسطين بنسبة نجاح بلغت 73.52%. قصف الجيش الإسرائيلي أحد المواقع التابعة لحركة حماس بأربعة قذائف مدفعية، وذلك قرب الحدود شرق مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية. وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان له أن القصف يأتي ردا على تسلل عدد من المشتبه بهم إلى إسرائيل من شمال قطاع غزة. يأتي القصف الإسرائيلي بعد هدنة قصيرة أعلنت عنها حماس فجر اليوم، تمت بوساطة مصرية وأممية بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، نصت على وقف أشكال التصعيد العسكري كافة. اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى المبارك من الجهة الشرقية، وأيضا باحات المسجد، وقام المستوطنون بأداء الصلوات في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، بالإضافة لقيامهم بجولات استفزازية على أبواب المسجد وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. تزامنت الاقتحامات مع قيام عشرات المقدسيين بأعمال تطوعية داخل المقبرة، حيث وقعت مناوشات مع قوات الاحتلال التي هددت الفلسطينيين بالضرب والاعتقال. يبدو أن الأرقام مع تزايدها وتكرارها تفقد خطورتها ودلالتها لدى من يسمعها، لكن عندما تكون تلك الأرقام مقترنة بدماء شهدائنا في غزة فالواقع لا شك يختلف. 4 شهداء وأكثر من 200 مصاب حصيلة مسيرات العزة في غزة في يوم واحد، والمواجهات يرجح لها أن تحتدم بين أصحاب الأرض وجنود الاحتلال.
وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان استشهاد 4 مواطنين وإصابة 200 آخرين بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع شرقي قطاع غزة. كتائب القسام أعلنت أن الشهداء ينتمون لصفوفها، فيما أكدت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت العديد من القذائف على طول الحدود الشرقية للقطاع. من جانبه اعتبر المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أن المشاركة الجماهيرية الحاشدة في مسيرات العودة وصمود الأهالي في الميدان رغم قصف وإرهاب الاحتلال دليل على أن الشعب الفلسطيني عازم على انتزاع حقوقه مهما بلغت التضحيات. جديد الأمر هذا الأسبوع وما يزيد الأوضاع سخونة وخطورة هو إعلان الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته بدأت هجوما واسع النطاق ضد أهداف لحركة حماس على طول قطاع غزة. الأسبوع الماضي شهد أعنف مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ عام 2014، ما أثار مخاوف من احتمال شن قوات الاحتلال عدوانا جديدا على القطاع. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف من القدس السيد خليل تفجي، مدير دائرة الخرائط والمساحة ببيت الشرق. سيد خليل، جولة استفزازية للمستوطنين اليهود واقتحام لمقبرة باب الرحمة، إلى أي مدى تنذر الأوضاع بالتصاعد؟ إذا انتقلنا إلى ما تم الموافق عليه قبل أيام، قضية قانون القومية وقانون يهودية الدولة، يرتبط هذا بالقضية التوراسية، بمعنى آخر أن الجانب الإسرائيلي قفز باتجاه أن باب الرحمة هو جزء من الأسطورة اليهودية التي تعتبر بأن المسيح عندما يأتي من السماء حامل الهيكل سيدخل من هذه المنطقة لبناء الهيكل. وبالتالي أيضا ما يتم الآن الاقتحامات وقضية القدس العاصمة الأبدية موحدة تحت السيطرة الإسرائيلية، هذا ينذر بأن الجانب الإسرائيلي بدأ بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، بضوء أخضر من الكنيسة الإسرائيلية الذي وافق على هذا الموضوع باتجاه عملية أسرلة وتهويد هذه المدينة بشكل متسارع وربطها بالقضية التوراتية والأسطورة اليهودية، وهذا ينذر بحرب دينية جديدة. نعم، ما الإجراءات التي يتم اتخاذها فلسطينيا وعربيا أو دوليا لوقف مثل هذه الأعمال؟ أولا هذا السؤال دائما يطرح، ماذا سنفعل؟ أولا العالم الإسرائيلي لما وصل لهذه المرحلة وصل بعد أن تيقن بأن الجو العام الفلسطيني، الانقسام الفلسطيني، العالم العربي لديه كل مشاكله الخاصة، العالم الإسلامي الأوروبي أيضا، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي هو عندما اتخذ هذه القرارات كان اتخذها بناء على الوضع العام والوضع الخاص. الآن ماذا نستطيع أن نفعل نحن كفلسطينيين؟ حقيقة هنا لا يوجد شيء نستطيع أن نفعله سوى أن هنالك اتفاقية ما بين الأردن وإسرائيل، وهي باعتبار أن الأماكن المقدسة تحت الرعاية الأردنية، وبالتالي الأردن هي المسؤولة الآن عن هذه الأماكن بضغط سياسي، بضغط دبلوماسي، بقوانين دولية، هي من أجل الوصول لأهداف استراتيجية، وهي وقف ما يحدث الآن في ساحات المسجد الأقصى وأيضا في داخل مدينة القدس. السيد خليل تفجي، مدير دائرة الخرائط والمساحة ببيت الشرق من القدس عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا. افتتح رئيس مجلس النواب علي عبد العال بمقر المجلس أعمال الدورة 28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي بحضور رؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وأعلن عبد العال تشكيل لجنة الصياغة للبيان الختامي للجلسة الطارئة من وفود الدول مصر والمملكة العربية السعودية والكويت وفلسطين، وتبحث الدورة تداعيات أزمة القدس في ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الأخيرة بالقضية الفلسطينية، وذلك بناء على طلب الكويت وعدد من الدول العربية. وكما تتابعون حضراتكم، ما زالت الجلسة مستمرة وهذه المشاهد من البرلمان المصري مباشرة، حيث تعقد هذه الجلسة لاتحاد برلمانات الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.
في ظل هذه الظروف والمستجدات وتوفير الضغط السياسي المطلوب لمسردة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في شهر يونيو من العام الجاري والذي يدين قتل المتظاهرين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير حماية دولية للسكان المدنيين من الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة. وخلال الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإجراء تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة. وأكد أبو الغيط في كلمة ألقاها أمين عام مساعد جامعة الدول العربية للشؤون الفلسطينية سعيد أبو علي نيابة عنه أن القضية الفلسطينية تمر بظروف استثنائية خطيرة في ظل قرارات واشنطن الأخيرة ومنها قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها. أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس الوفد الكويتي مرزوق علي الغانم أن القضية الفلسطينية كانت دوما حاضرة في قلب كل عربي وعربية. وأضاف الغانم أن كل اجتماع بشأن القضية الفلسطينية مهم للغاية. كل اجتماع بشأن فلسطين مهم، كل حدث وفعالية ومؤتمر ومنتدى وورشة عمل مهمة، كل نشاط يبقي اسم فلسطين حاضرا ومرددا ومتداولا مهم، ومهما كانت بساطة تلك الفعاليات فهي مهمة جدا وتؤذي سمع العدو. فهذا الكيان الغاصب يحلم بأن ننسى، حاول مرارا وفشل، نعم فشل برغم كل ما حدث، برغم كل التكالب وبرغم انقلاب الموازين وبرغم هذا وذاك، إلا أن شعوبنا التي نمثلها لا تنسى ولا تريد أن تنسى، وعلى العدو أن يتيقن من أننا عنيدون إلى حد لا يطاق وصبورون إلى أبعد مدى، وأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح. وللمزيد من المتابعة من مجلس النواب معنا مراسل النيل منذر أبو دوح في بث حي. منذر، كيف تتابع أعمال الدورة 28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي؟ إليك بداية وتحياتي إليكم أعزائي المشاهدين. بالفعل كانت الجلسة قد بدأت في حدود الساعة 10:30 تقريبا وهي مستمرة إلى الساعة 1:30. هناك مناقشات عديدة من خلال كلمات رؤساء البرلمانات العربية يتحدثون عن القضية الفلسطينية ودورهم في دعم هذه القضية وأنها القضية المحورية. كانت قد بدأت الكلمات بكلمة رئيس البرلمان المصري ورئيس اتحاد البرلمانات العربية بتأكيده على محورية القضية الفلسطينية وأهمية دعمها في الفترة القادمة، وتأكيده كذلك على أن الدور الأمريكي وتأثير الانحياز الواضح لإسرائيل في تحركاتها وكذلك القرار الأخير بنقل السفارة إلى القدس ونقل السفارة إلى القدس وتأثيرها على القضية الفلسطينية يؤثر تأثيرا كاملا، وأدى ذلك إلى زيادة التعنت الإسرائيلي ومن ما حدث من اعتداءات على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات، وكذلك ضرورة التحركات في الفترة القادمة من قبل البرلمانات العربية لتهيئة ودعم القضية الفلسطينية مع المجتمع الدولي حتى تكون هناك وقفة مع الاحتلال الإسرائيلي ووقفة تجاه هذه التحركات سواء الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية وكذلك الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. نيل، أشكرك شكرا جزيلا. قتل 6 في قصف جوي عنيف استهدف جيبا يسيطر عليه تنظيم داعش في محافظة درعا جنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية أن مسلحي التنظيم لا يزالون يحتجزون أكثر من 40,000 مدني كرهائن للضغط على قوات الجيش السوري لوقف هجومها على المنطقة. في سياق آخر أفادت مصادر سورية أن عدة انفجارات دوت بمنطقة قاعدة حميمم التي تتخذها القوات الروسية مقرا لها بريف اللاذقية جراء هجوم بطائرات مسيرة. أعلن مصدر سوري عن تحرير وحدات الجيش لعدد من التلال والقرى والبلدات في المنطقة الممتدة بين ريفي درعا والقنيطرة.
مشيرا إلى أن العمليات العسكرية أسفرت على القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتاديهم وإرغام من تبقى من الإرهابيين على الفرار. من جهة أخرى، وصل مئات من المسلحين والمدنيين الذين تم إجلاؤهم من محافظة القنيطرة في جنوب سوريا إلى الأراضي التي تسيطر عليها فصائل المعارضة شمال غرب سوريا. جيب آخر من جيوب المعارضة المسلحة تنجح المفاوضات في إخلائه ليعود الجيش السوري إلى مراكزه فيها. عملية إجلاء المسلحين والمدنيين من محافظة القنيطرة بدأت عصر الجمعة، وينص اتفاق القنيطرة على تسليم الفصائل المسلحة سلاحها الثقيل والمتوسط على أن تدخل قوات الجيش السوري المناطق التي كانت في قبضة المسلحين. فصائل المعارضة المسلحة سيطرت لسنوات على الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة، بما في ذلك القطاع الأكبر من المنطقة العازلة في هضبة الجولان والمحاذية للجزء الذي تحتله إسرائيل. ومن المفترض أن تدخل شرطة مدنية سورية إلى نقاط تواجد الفصائل في المنطقة العازلة في هضبة الجولان. كانت قوات النظام بدأت هجوما على مواقع سيطرة الفصائل المسلحة في محافظة القنيطرة بعدما استعادت أكثر من 90% من أراضي محافظة درعا. وتعد روسيا اللاعب الأبرز في اتفاقات انسحاب فصائل المعارضة المسلحة من الجنوب السوري على غرار مناطق أخرى أبرزها حلب شمالا والغوطة الشرقية قرب دمشق. وبعد استعادة القنيطرة يبقى التحدي الأكبر أمام قوات الجيش السوري في الجنوب السوري هو استعادة جيب صغير في ريف درعا الجنوبي الغربي لا يزال تحت سيطرة فصيل مبايع لتنظيم داعش الإرهابي. على جبهة أخرى في سوريا، استكمل فجر الجمعة إنهاء تنفيذ اتفاق لإجلاء سكان بلدتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية في محافظة حلب المجاورة. أعلن قصر الإليزيه أن فرنسا وروسيا ستنفذان في الأيام القادمة مشروعا إنسانيا مشتركا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الكبيرة للسكان المدنيين في الغوطة الشرقية قرب دمشق، لا سيما في مجال الرعاية الطبية في المستشفيات التي يديرها الهلال الأحمر العربي السوري. تأتي تلك الخطوة في إطار تنفيذ ما كان قد سبق وأن اتفق عليه الجانبان الفرنسي والروسي في سان بطرسبرغ مايو الماضي خلال لقاء لبوتين وماكرون. وأوضح الإليزيه في بيان له أن المساعدات ستنطلق من فرنسا في اتجاه روسيا ومنه إلى سوريا بإشراف الأمم المتحدة. أعلن قائد عسكري بارز في الجيش اليمني أن قواته مدعومة بتحالف دعم الشرعية بات على مقربة من دخول مركز مديرية باقم في محافظة صعدة. وأضاف قائد اللواء 102 أن الجيش اليمني يطوق مركز مديرية باقم من جميع المحاور ولم يتبقى سوى القليل لإنهاء عملية الثقب التي انطلقت الأسبوع الماضي. وأشار إلى وجود حالة استنفار في صفوف الحوثيين ما جعلهم يدفعون الأطفال إلى جبهات المعارك. في سياق متصل، استكمل الجيش اليمني استعادة وتأمين عدد من المواقع الاستراتيجية غرب مركز مديرية باقم شمال صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي. أفاد مصدر أمني عراقي وقوع انفجار وإطلاق نار كثيف قرب مقر سابق للحزب الديمقراطي الكردستاني شمال غرب كركوك دون وقوع أي خسائر. وأوضح المصدر أن قوات الأمن انتشرت بشكل مكثف وفرضت طوقا أمنيا على موقع الانفجار. يذكر أن شمال غرب كركوك تعتبر من المناطق الآمنة والمستقرة في أعقاب عملية فرض القانون العام الماضي.
تعقد وزيرة الصحة هالة زايد مؤتمرا صحفيا للوقوف على مدى جهوزية المستشفيات لاستقبال حالات قوائم الانتظار، وذلك بعد مبادرة السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أشرف مبارك في حوار حي على الهواء مباشرة. أشرف مبارك تفضل. بالفعل يعني تعقد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن تفاصيل القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالحالات الحرجة، خاصة بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشكلت وزيرة الصحة بناء على هذه المبادرة يعني غرفة عمليات للتنسيق بين المستشفيات الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات الخاصة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية. هذه الغرفة تنسق بين هذه المستشفيات للقضاء على هذه القوائم التي تعاني يعني لأوقات كثيرة من تأخر إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الجراحية لتلك الحالات الحرجة. وتعلن وزيرة الصحة بعد قليل يعني تفاصيل تلك المبادرة. ومعي على الهواء مباشرة الدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادي النيل. يعني دكتور عايز اعرف من حضرتك تفاصيل المبادره ديت، وانتم كمستشفى ايه الحالات اللي انتم استقبلتوها وعددها كام؟ بعد صباح الخير. طبعا بناء يعني على توجيهات السيد رئيس الجمهوريه والمبادره بتاعته والقرار الوزاري لوزاره الصحه، احنا في مستشفى وادي النيل التابعه للمخابرات العامه سعداء يعني ومبسوطين ان ده يحدث النهارده، ان مرضى الدوله يتم علاجهم في مستشفى وادي النيل. مستشفى وادي النيل اكبر مستشفى في مصر، يعني احدث مستشفى مجهزه في هذا الوطن. فكون يتاح للمريض المصري ان يعالج في مستشفى بهذا الحجم دي حاجه يعني مبهجه. يعني احنا واقفين جنب الوزاره، واقفين جنب الدوله، ان جميع الحالات اللي وزاره الصحه بتحولها ناخدها في جميع التخصصات. النهارده بعت 16 عيان في تخصصات مختلفه في قسطره القلب وجراحه القلب والقرنيه وقوقعه الاذن. عندنا لسته طويله هنشارك فيها بكل امكانيات المستشفى. الفكره ان ديت المره الاولى ان الدوله هي المسؤوله، ان احنا وادي النيل ياما عملت عيانين تبرعات وعيانين يعني ما يقدروش يعني يغطوا التكلفه الماليه للمستشفى، لكن المره دي اللي بيغطي التكلفه دي الوطن الدوله. فعشان مستشفى زي وادي النيل تقوم بهذه المبادره وتقف جنب مرضى مصر، هو ده الهدف، ده الهدف الرئيسي اللي اسعد حتى العاملين داخل المستشفى. طب انتوا كمستشفى يا فندم، مستشفى كبير تابع لاحد الجهات القوميه، هل المستشفى ده مستعد لاستقبال حالات؟ قول لي حضرتك ممكن تستقبلوا كم حاله ضمن المبادره اللي الرئيس اعلنها؟ احنا بالاتفاق مع وزاره الصحه خصصنا جناح كامل لمرضى العلاج اللي هي قوائم الانتظار. احنا عندنا في اليوم حوالي 30 سرير يوميا جاهزين لاستقبال هذه الحالات. تعرف بعض الحالات ممكن تقعد فتره اطول، اللي بيركبوا مفاصل او بيعملوا جراحه قلب هتقعد 5 7 ايام في المستشفى. الحالات اليوميه السهله اللي تاخد وقت اقل، اللي هي الميه البيضاء، القرنيه، اللي هي الاجراءات اللي ممكن تاخد يوم او يومين وتخرج من المستشفى، معناه ان المستشفى هتقدر تغطي كميه كبيره من قوائم الانتظار. الجزء المهم تاني ان احنا ما عندناش معوقات اداريه. انت عارف انت المشكله ساعات ما تبقاش امكانيات المستشفى بس الفنيه، لكن ممكن تبقى المعوقات الاداريه. العيانين النهارده من الباب المستشفى العلاقات العامه لقطه، وان مريض الدوله ده اللي هو مريض العلاج على يعني نفقه وزاره الصحه او التامين الصحي يخش أجنحة يعني 5 نجوم، يخش أوض عمليات 7 نجوم، يخش أوض قسطرة على أعلى مستوى في العالم. حاجة يعني 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 الواحد مش مصدق إن ده تم النهاردة، يعني وإن ده أتيح لمرضى المصريين. طب أنا أسأل حضرتك كخبير بعيد عن منصبك كمدير مستشفى وادي النيل، كخبير إيه تقييمك لهذه المبادرة؟ أنا شايف إن دي مبادرة عظيمة، مبادرة يعني رائعة. مش بس بدايتها المهمة، أنا إن هذا الاتجاه يسود ويستمر. المصريين في ظروف صعبه، اللي هو ان انا استحمل كذا استحمل كذا استحمل كذا، لكن ان الدوله تقف بجوار المريض هو ده المهم. يعني انت ممكن تستحمل حاجه اقتصاديه، حاجه في مش عارف كلام ممكن، لكن انت ما حدش هيستحمل يبقى عنده مريض مش عارف يعالجه، او مريض محتاج عمليه مش عارف تتعمل، او طفل عنده عيب خلقي في القلب مش عارف تعمله. فالدوله بكل مؤسساتها وبما فيها الرجل الاول في هذه الدوله قائدها، يعني انه يعني ياخذ هذا على عاتقه ويكلف
الجهات الدولة يعني بكل مؤسساتها أن تقف وراء هذا المشروع، هو ده الهدف، هو ده الحاجة اللي المصريين في أيام قليلة هيعرفوا أن رئيسهم وحكومتهم وقفت جنب هذا الشعب بمنتهى السرعة، أن ما يبقاش في مريض في مصر ما ينفعش تعملوا عملية. خير يا فندم، في 10 ثواني ممكن ننهي على قائمة الانتظار ديت في قد ايه؟ من 3 شهور لست شهور. شكرا. يعني بعد قليل سوف تعلن وزارة الصحة الأرقام الخاصة بتلك المبادرة ويعني عدد الحالات التي استقبلها الخط الساخن والتفاصيل الخاصة بتلك المبادرة واستقبال المستشفيات للحالات التي تتواجد على قوائم الانتظار. شكرا لك، شكرا جزيلا مراسل النيل أشرف مبارك. ما زلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه الفترة الإخبارية، معكم بعد الفاصل. الحزب الشعبي الأسباني اليميني ينتخب اليوم رئيسا له بعد رحيل رئيسه ماريانو راخوي. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة. قصف مدفعي إسرائيلي على موقع لحماس في غزة، والاجتماع الطارد للبرلمان العربي يطالب بموقف جامع حيال الجرائم الإسرائيلية ومحاولات تهويد القدس. وصول دفعة أولى من المدنيين والمسلحين الذين تم إجلاؤهم من القنيطرة إلى الشمال السوري، وموسكو وباريس يعلنان تنفيذ مشروع مشترك لتلبية الاحتياجات الإنسانية في سوريا. فاصل قصير مشاهدينا الكرام وتلتقون مع النشرة الاقتصادية والزميلة ميرفت البليجي. أهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال في بانوراما النيل وأبرز ما فيها. ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 31.5% في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري. أهلا بكم. أفاد المكتب التجاري الروسي أن التبادل التجاري بين مصر وروسيا في أول 5 أشهر من العام الحالي 2018 قد بلغ 2,775,000,000 دولار بارتفاع وصل إلى 31.5% في المقارنة عن نفس الفترة من عام 2017، حيث بلغت قيمة الصادرات الروسية لمصر 2,418,000,000 دولار في أول 5 أشهر من هذا العام، بزيادة تقدر بحوالي 32.3% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين وصلت قيمة الصادرات المصرية لروسيا 356,000,000 دولار بزيادة بنحو 26.5%. التقت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر بعدد من كبار مسؤولي البنك الدولي، وذلك على هامش زياراتهما للعاصمة الأمريكية واشنطن عقب مشاركتهما بالمنتدى السياسي رفيع المستوى والمعني بالتنمية المستدامة والذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقد شمل اللقاء عدة اجتماعات حيث التقت الوزيرتان بالدكتور فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تطرقت السعيد لمحاور الإصلاح الاقتصادي والإداري التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، وكذا الجهود المبذولة من أجل بناء القدرات الوظيفية
ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين الهيئة القومية للبريد وشركة البريد السودانية. وقد أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على هامش مشاركته في أعمال الدورة 35 لاجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد، أوضح أن البروتوكول سيتيح للبريد المصري إرسال واستقبال التحويلات المالية من وإلى جمهورية السودان عبر شبكة فروع البريد والتي تصل إلى 4000 فرع، وكذلك استخدام مركز التجميع اللوجستي بمطار القاهرة لتسهيل حركة التجارة الإلكترونية من وإلى السودان للولايات المتحدة الأمريكية عبر القاهرة. أعلنت وزارة الإسكان عن أن جهاز تنمية مدينة السادات سيبدأ اعتبارا من غد الأحد وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي المرحلة السابعة بالمنطقة السكنية 31 للفائزين بها. وقد أضافت الوزارة أنه تم تخصيص الأيام 26 من أغسطس وحتى نهاية الشهر المقبل لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة. في سوق الذهب المصرية ارتفعت الأسعار اليوم السبت بنحو 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا بالسوق المصرية نحو 618 جنيها للجرام، وذلك بعد موجة انخفاض استمرت لمدة 4 أيام سجل خلالها سعر الذهب في مصر أدنى مستوياته في عام، وقد بلغ سعر الجنيه الذهب قرابة 4944 جنيها. عالميا ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في عام الذي هوت إليه في الجلسة السابقة، وقفز البلاتين أكثر من 3% بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة الدولار وسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لزيادة أسعار الفائدة، وهو ما دفع الدولار للهبوط بشكل حاد. وقد صعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1231 دولار و37 سنتا للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على خسارة بنسبة 1%. نهاية وقفتنا الاقتصادية، ولكن بانوراما النيل مستمرة مع حضراتكم بعد الفاصل. يجري الحزب الشعبي الإسباني اليميني اليوم انتخابات لاختيار رئيس له بعد رحيل رئيس الحزب ماريانو راخوي، وسيتم الاختيار ضمن مرشحين هما ثريا سينز دي سنتماريا التي كانت مساعدة لراخوي، وبابلو ماسودو الشاب اليميني المتشدد. وكان راخوي قد غادر الحياة السياسية مطلع يونيو بعد أيام من التصويت على مذكرة بحجب الثقة عنه على إثر إدانة حزبه في قضية فساد واسع تولى في عقابها الاشتراك بيدرو سانشيز رئاسة الحكومة بدعم من اليسار الراديكالي. وسيكون على الحزب الشعبي أول قوة سياسية في البلاد الاستعداد لانتخاب مجالس البلديات والمناطق والنواب الأوروبيين اعتبارا من مايو 2019. أكدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية خلال اجتماعها مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو أنها تسعى لضمان قيام جارتها الشمالية بتنفيذ وعدها بتفكيك برنامج أسلحتها النووية. من جهته قال بومبيو إن مجلس الأمن متحد فيما يخص السعي لنزع سلاح بيونغ يانغ النووي بشكل نهائي. Members of the UN Security Council and by extension all UN member states have unanimously أعضاء مجلس الأمن وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كانوا قد وافقوا بالإجماع على تطبيق العقوبات بشكل كامل على كوريا الشمالية. نتوقع مواصلة الالتزام بتلك الالتزامات. عندما لا تطبق العقوبات تتقلص فرص نزع سلاح كوريا الشمالية النووي. الآن كوريا الشمالية تهرب مشتقات النفط إلى أراضيها بمعدل يتجاوز كثيرا الحصص التي حددتها الأمم المتحدة.
قضت محكمة كورية جنوبية بحبس الرئيس الكوري السابق بارك جيون هاي 8 أعوام بتهمة سوء استعمال أموال الدولة وانتهاك قوانين الانتخابات. وتواجه بارك الآن احتمالية قضاء أكثر من 3 عقود وراء القضبان، حيث حكم عليها بالسجن لمدة 24 عاما لإدانتها في قضية فساد كبيرة أدت للإطاحة بها من منصبها العام الماضي. في العاصمة الكولومبية بوغوتا، قال الرئيس المنتهي ولايته خان مانويل سانتوس إن الكونغرس الذي يشارك فيه مقاتلون سابقون من حركة فرق هو الأكثر تنوعا منذ عقدين من حياة الجمهورية. اليوم نشهد جميعا طفرة حقيقية في تاريخنا. اليوم يجتمع، وأقول بكل فخر وسعادة، أكثر مجلس كونغرس تنوعا ومشاركة وشمولا تشهده البلاد منذ أكثر من عقدين من حياة الجمهورية. بانوراما النيل لا تزال مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل اكتشاف أثري في نيو مكسيكو يعود تاريخه إلى أوائل القرن 15.